وكذلك من أسباب النجاة من الفتن والابتعاد عن أهل الأهواء والحذر والتحذير منهم، وهذا أصل سلفي عند أهل العلم، دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ودل عليه أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، وأجمع أهل العلم على هجران أهل البدع ومجانبتهم والابتعاد عنهم، ونقل هذا الإجماع أكثر من عالم، أجمعوا على الابتعاد عن أهل البدع وعدم القراءة والنظر في كتبهم إلا لمن أراد أن يرد عليه. أما العموم فإن الإنسان يقرأ ويسمع لأهل العلم ويبتعد عن أهل الأهواء، يسمع لأهل السنة ويبتعد عن أهل البدعة، ولا نقول كما يقولون الآن، وهذه قاعدة ضالة مبتدعة، وهي يقولون خذ الحق واترك الباطل. لا شك أننا مأمورين بأخذ الحق وترك الباطل، لكننا لسنا مأمورين بالبحث عن الحق عند أهل البدع وعند أهل الأهواء. نأخذ الحق من المعين الصافي، ونأخذه من المكان الذي ليس فيه شبهة ولا بدعة،